جد التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدينا. بالفعل تشكيل فريق النادي الاهلي كما يمكن ذكرنا معاك امس يا كابتن اسلام في ملعب الاهلي بالفعل يمكن نفس تشكيل المباراه الاخيره، في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين الشمال احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، في المنتصف حمدي فتحي، عمرو السوليه، على الاطراف حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الهجوم صالح جمعه، وليد ازارو. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي شريف اكرامي، وليد سليمان، مروان محسن، حسام عاشور، رامي ربيعه، جيرالدو، ومحمد هاني. كده من ال 20 لاعب بيخرج اكيد احمد طارق سليمان وهشام محمد من القائمه ان شاء الله باذن الله. تشكيل يكون قوي لفريق النادي الاهلي، كل اللعيبه تكون مركزه، وباذن الله كابتن اسلام كالعاده بعد المباراه كلنا فرحه بانتصار مميز مع فريق النادي الاهلي، ولقاءات كالعاده من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. عوده لك كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم، زي ما حضراتكم شفتوا ده تشكيل.